brilliant, عندي بكرة امتحان انجليزي وعندي انا رفقاتي قبل ما فوت الامتحان بصير عندنا مغص بصل وكزيني بصير حالي مرضية كاملة. حلمي ان شاء الله يعني ان شاء الله يتحقق بالتوفيق من الله انه يصير في المستقبل طبيبة ناجحة ممكن انه ساعد المرضى ساعد ارجع ارسم الابتسامة على وجوه المرضى. طلعنا بسوريا بغاية انه نكمل تعليمنا وصار في حرب وكذا صرنا نخاف نروح على المدارس وهيك. طلعنا على الأردن بعد ما طبعا عانينا كتير مو شوي انه نسجن الدكتور زوجي اللي هو اخذوه. طلعنا للأردن قعدنا بالأردن لقيت المعاناة شديدة شديدة جدا بالأردن. ممنوع يشتغلوا اي عمل بعرضك للتهجير للتسفير للكذا. طلعنا من الأردن جينا على تركيا وإذ لقيت المعاناة كبيرة كتير. عائق اللغة كان كتير حاجز ما عم نقدر ندفع لمدارس سورية عربية. القعدة بالبيت ولدت كتير أشياء من النفوس التعبانة الحزن الكآبة الزعل. اللي حزني هو هاد البنات يعني بتكون يعني تزعليها عليهم إنه ضيعوا من عمرهم كتير. هو لازم هلا يكونوا يعني سنتين ثلاثة ويخلصوا يعني يبنوا مستقبلهم بالجامعة وهيك. الحرقة انه ليش هيك عم يصير بشعبنا يعني. امي من جديد بلشت تشتغل بمدرسة بتساعد الاطفال اللي ما معهم يفوت على مدارس لانه بسبب الوارد المالي قليل. ساعدها بشغل البيت عشان تلحق كتابة واجبات يعني كتابة امتحاناتها وهيك. ويعني هي بتساعدني شوي بدراسة. وضحتي زيادة ليكي ليكي شو طويل ليكي. أحيانا بتخانق أنا ماما بعض الأشياء يعني لا كمان يعني بدي ألبس وبدي أعمل هاي الأشياء اللي بترغبها كل البنات طبعا. بس كمان برجع لعلي آخر شيء إنه يعني كلها هي تفاهة وهيك. إيه كمان يعني دراسة ماما يعني هلا مثلا تطور والعلم اللي عندها بخليني إنه أتمنى أكون مثلها يعني. نشعر ببلدنا نشعر بحرقة بلدنا اللي عم يصير ببلدنا وشلون نحن بإيدينا شلون نرجع نبني بلدنا. نرجع على سوريا متعلمين بإيدينا ممكن نرجع بلدنا مثل ما كانت وأحسن إن شاء الله. يعني ممكن نضل هون وما تخلص حرب بعيد الشر خمس سنين الثانية وكون لسه جامعتي قربت يعني. ما بعرف شو الله بختار يا لغة تركيا لغة أنت فيها بس على الأغلب إنجليزي محبة تركي. بقى لازم يعني يكون أنا مع الوضع يعني مو لازم الوضع يكون معي أنا لازم أكون مع الوضع. شو ما كان يكون الوضع اللي نحن فيه لازم أكون أنا معه.